يا مساء الجمال، اول مره اقول لكم يا مساء الجمال عشان الفيديو عامله اخر النهار. نادرا ما بعمل الفيديو اخر النهار، ماشي. طبعا باين احنا هنعمل ايه. هنعمل اكله فظيعه، اكله شهيره مصريه على فكره، هي منتشره في دول عربيه كتير بس كل مكان ليه اسمه. يعني احنا عندنا مثلا في البحر الاحمر، بصوا ركزوا في الكلمه اللي هقولها، اسمه رز بعدس، مش رز بعدس، رز بعدس. ده عندنا مشهور كده في البحر الاحمر، تمام. وهقول لكم بيتاكل جنبه ايه، لانه احنا بناكله يعني كل بلد ليها عاداتها وتقاليدها في الاكل، ماشي. هنا عندي هقول لك المقادير بتاعتي بالظبط، انا جايبه هنا مج فاضي عشان اوريكي المقدار اللي انا عيرت بيه. مش شرط طبعا نفس الحجم بتاع المج، بس انا اقصد اني هتستخدمي مج يبقى هو نفس اللي هتستخدميه للرز هتستخدميه للعدس. خدوا بالكم انا بقول لكم المقادير مظبوطه في الرز بعدس، لان في ناس بتحبه جدا ما بتعرفش تظبط الرز مع العدس، تمام. اسهل طريقه ليه انك تحطي مقدار الرز مقدار العدس، هتحطي كوبايه رز هنحط كوبايه عدس بنفس المج بنفس الكوبايه، تمام. هي نفسها هتحطي كوبايه ميه، يبقى كوبايه عدس كوبايه رز كوبايه ميه. خدوا بالكم الرز بعدس ما بيحتاجش ميه كتير عشان العدس بيستوي بسرعه جدا، فخدي بالك من السقي بتاعه. في حاجه انا بحبه مستوي قوي، يعني انا بحبه ليا طريقه معينه بصراحه، في طقوس خاصه. حتى البصل هنا عندي ما بحبهاش مفرومه، انا بحب الرز بعدس مستوي مش مفلفل. عامه انا بحب الرز اصلا عامه، يعني جوزي بيقول لي انت حلو الرز بلبن اللي انت بتعمليه، بيقعد يتريق عليا، انا بحبه فعلا كده. بحب الرز كله معجون، ما حتى في المحشي بحب المحشي مستوي جدا. انا مش عايزه ارغي كتير عشان تقولوش ان انا رغايه، انا بحب البصلايه متقطعه كبيره كده، انت براحتك عايزه تفرميها، بس يعني رجاء ما تستغنيش عنها، لان في ناس بتعمله من غير بصل بصراحه ما بيطلعش نفس الطعم. مع ان في ناس قالوا لي هم بيعملوا بصل وما بيحبوش ببصل، او جربوه بالبصل ما عجبهمش، بس هو البصل بيدي تيست عليه جدا، هو اساس الرز بعدس بصل، تمام. هنا عندي بقى معلقه كاري كبيره بتدي لون وطعم وريحه ملهاش حل، ومعلقه ملح، انا مش بكتر الملح برضو في الرز بعدس لان بحب طعم البصل يبان، وبحب البصل يبقى واضح وظاهر في الرز بعدس. يعني انتوا هتشوفوه بعد ما يستوي الرز مش مختفي، اللي قصدي البصل مش ظاهر، ظاهر جدا كمان. وبحب البصل الاحمر ما بحبش البصل الابيض في الطبيخ، تمام. هنروح على البوتاجاز، احنا مجهزين الماده الدهنيه بتاعتي، انا زيت، انت عايزه تحطي سمنه بلدي براحتك اي نوع سمنه. يعني انا امي مثلا كانت بعد ما بتسويه بتعمله بمعلقه زيت كبيره، بعد ما بتسويه وهي بتغرف في الاطباق بتقوم حاطه معلقه السمنه البلدي كده على الوش. عايزه اقول لكم واحنا بنطبخ في البحر الاحمر بناكله ازاي. رجعت لكم تاني كده، الكاميرا شغاله، انا حاطه الماده الدهنيه. بصي كتري بقى، يعني في الماده الدهنيه كتري، نجاح الرز عامه في الماده الدهنيه. بصوا بقى انا هقول لكم احنا بقى بنستخدم بناكل جنبه ايه في البحر الاحمر. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات كل بلد بتاكل جنبه ايه. يعني في ناس بتاكل جنبه بيض مسلوق وسلطه، في ناس بتاكله جنبها بطاطس اللي هي الصغننه قوي دي بيسلقوها ويحمروها، ماشي. انا عامه باكله جنب ثلاث حاجات. وانا اقول لكم ناكله بقى جنب ايه النهارده، لو مش حاجه عاديه النهارده، انا عامه هعمله النهارده وهاكل جنبه ميه سلطه. بس ميه سلطه بعملها عباره عن طماطم وتوم وعود شبت، تمام، بس. والملح بقى والبهارات بتاعت السلطه وخلاص على كده، وبملى البوله كتير قوي ميه وباكل كده، تمام. وفي حاجه اقول لكم معلومه بقى عني وعن يعني في ناس كتير قوي بتعملها على فكره في البحر الاحمر عندنا برضو، بياكلوا رز بعدس، بعدس خدوا بالكم من الكلمه، اسمه رز بعدس، بياكلوه بايديهم. مش عايزه اوريكم ازاي انا باكله بايدي. بس انا فعلا بحب الرز بايدي، الرز بعدس بس، انا الرز بعدس بس لو ما اكلتهوش بايدي بحس ان انا ما اكلتش رز بعدس او رز بعدس. خدوا بالكم بحب اكل بايدي يا جماعه، انا حر على فكره، الاكل بايدي بالايد والله ليه طعم مذاق ملوش حل. احنا هندبل البصله بس، احنا مش هنحمرها، تمام. بص الماده الدهنيه عايمه ازاي، عايزه تحطي سمنه بلدي، عايزه تحطي زبده، بيدي طعم وتست عليه جدا على فكره، بس انا بحبه بالزيت. عندنا بقى في البحر الاحمر بياكلوا بايه انتوا؟ على فكره انا بلاحظ ان هو هي عادات وتقاليد بتختلف من مكان لمكان. يعني وجه بحري بلاحظ ان هم بياكلوا جنبه البيض المسلوق، بيسموه البيض المدحرج، والبطاطس اللي هي المسلوقه متحمره، وطبق السلطه، وما اعرفش بتنجان مقلي، وبيعملوا جنبه حاجات كده. احنا بقى عندنا في البحر الاحمر وتحديدا القصير البحر الاحمر بين مرسى علم وسفاجه والغردقه، احنا في النص. عشان اللي هيسمع الفيديو من هناك يبقى عارف انا بتكلم وهيقول لي تمام الله ينور. بناكل جنبه فسيخ، هتقولوا لي ايه ده، واو فسيخ ايه القرف ده؟ لا احنا اكله مشهوره جدا، رز بعدس
وجنبه فسيخ، ونحط قطعه الفسيخ ونكحت كده بالمعلقه ونحط على طبق الرز وناكل، واحلى اكله فعلا. تمام. وكانت دايما بتتعمل يوم التلات، معرفش ليه، يعني يا تلات يا خميس، زي مثلا في وجه بحري بيعملوا مثلا الخميس والسبت محشي، مشهورين جدا بالمحشي. بناكل جنبه ايه تاني بقى؟ بناكل جنبه سمك مقلي. تمام. يعني الفسيخ والسمك المقلي اساسي اساسي عندنا في الاكله دي. لكن بصراحه هناك في البحر الاحمر او كده ما فيش حد بيعمل موضوع اللي هو الحاجات اللي انا قلت عليها التانيه، اللي هو البيض والساعه. الساعه سامعين الساعه؟ فانا مش هاكل جنبه فسيخ. عندي فسيخ على فكره، بس مش هاكل جنبه فسيخ، مش طالبه معايا ان انا اكل جنبه فسيخ. انا هاكل النهارده جنبه، وبعمله جنب السمك المقلي، خطير. تمام. اهم حاجه تكون غاسله الرز والعدس يعني كويس جدا. على فكره انا حطاه في مصفى عشان تفضلي فتح الميه فتره طويله لغايه ما اللون عندك يبيض، يبقى لونه ابيض خالص، لانه بيطلع ماده اذا كان الرز او العدس. الرز بتاعنا خلص، فضلي شواحي فيه بس كده شويه. عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتاكلوه جنب ايه، وبتعملوه بانهي طريقه. يعني انا ما بقول لحد كده على موضوع الفسيخ والسمك، يعني السمك ايه تقبلوه شويه. شفتوا؟ مش عايزه اقول لكم، بصوا ريحه، طبعا الريحه بالنسبه لي انا واضحه جدا. لون الرز بعدس بقى عامل ازاي؟ حكايه. عشان معلقه الكاري، ممكن تحطي معلقه كركم وشواحي، حلو جدا. انا زي ما بقول لك انا حاطه كوبايتين عدس، كوبايتين رز، كوبايتين ميه. انا بقى بالنسبه لي بزود الميه شويه علشان خاطر، يعني انا هوريكي بالمقدار اهو بالميه، دول كوبايتين رز، كوبايتين عدس، كوبايتين ميه. ده للناس اللي بتحبوا مفلفل. لا، مش بتحبيه مفلفل وبتحبيه زي معجون، هتزودي كوبايه ميه كمان، او نص كوبايه او كوبايه الا ربع، حسب ما انتي حباه ازاي. شفتوا؟ بصوا، هتقولي لي ايه ده قليل؟ لا، هو رز بعدس بتعمل كده. بصوا، بيبقى اقل من القعد بتاع الرز العادي، خدوا بالكم لو انتي بتحبي الرز مفلفل. طبعا انا محبوش كده خالص. واهم حاجه تهدي عليه جدا، يعني هو يغلي، هي غلوه كده وتقومي مهديه عليه كانك ايه، يعني ماما كانت دايما تقول لي ايه، هدي عليه قوي ايه زي الشمعه. لو انتي عايزاه مفلفل قوي زي الرز العادي بس كده. انا بقى بما ان انا بحب الحاجات المعجنه، لا ده دي قليله، ده نص كده. يلا كده هبان في الكاميرا، مش مشكله. حط زودي. انا بحبه ايه، ثلاث معالق، قصدي ثلاث كوبايات. وعلى فكره ممكن ازود تاني، يعني غالبا هزود تاني، بس انا مش هزود الا لما ايه اشوفه هيعمل معايا ايه. بصوا البصل باين ازاي، انا بحبه كده. انتي مش عايزه البصله بتاعتك تبان، افرميها ناعم جدا في الكبه، او ممكن تستخدمي بصل ابيض لو عايزه تستخدمي بصل ابيض وما يبانش. بس انا زي ما انا قلت لك انا بحبه كبير وبحبه واضح جدا في الاكل. هنعمل ايه؟ هنسيبه يغلي غلوه ونقوم مهدين عليه زيه زي اي رز، وبعد كده ناكله جنب السلطه. تمام. اشوفكم بعد الفصل ونواصل. بصوا بقى لغايه ما الرز بتاعنا يستوي، حبيت اعرفكم ميه السلطه بس اللي انا بعملها، اعملها بنفس الطريقه تعجبك جدا. طماطم متقطعه وشبت متقطع طبعا مغسول ونضيف ومتصفي، اهم حاجه الشبت ده تغسليه حلو جدا. وتوم هنا متقطع قطع كبيره. تمام. والطماطم انا بحبها قطع كبيره، اي خضار في سلطه انا بحب قطع كبيره. تمام. هو عباره عن توم، شبت، طماطم بس. هعمل ايه بقى؟ احط الملح بتاعي. هتحطي معلقه ملح، ما تقلقيش من الملح، زودي عادي، عشان احنا اصلا هنحط عليه ميه كتير، احنا هنملى البوله دي كلها ميه. هحط ملح. بصوا بقى انا هحط ايه، جربيها تدعي لي. كاري، خل، حطي خل عادي كتير، انا بحب الخل كتير. هنحط شعره فلفل اسود بس، شعرة كمون. واو، هوريكوا بقى ايه
حط الميه. على فكره حط ليمونه. هتقولي لي ايه كميه الخل اللي انت حطاها دي؟ كميه الخل دي او الليمون دي حاجه بتاعتك انت يعني، مش شرط تمشي معايا. بص اللون مش شرط تمشي معايا خالص في موضوع ان انا الليمون والخل في اي حاجه. بعد كده تدوقيها وتشوفي ايه ملحها، محتاجه ملح، محتاجه بهار معين. هتحطي من كل حاجه معلقه ملح كبيره حسب الكميه، معايا معلقه ملح كبيره وكل من كل حاجه مثلا نص معلقه، يا من كل حاجه ربع معلقه حسب الكميه اللي انت عاملاها تقدري تقدريها. بصوا لونها عامل ازاي، مش عايزه اقول لكم لونها وريحتها. جربي موضوع الكاري في السلطه هيعجبك جدا، زي فكره الزعتر كده. احنا هندوقها والله خطيره. هبصبها لكم في كوبايه واوريها لكم بقى جنب الايه، مش هنحط طبعا معلقه. بصوا بصوا شكلها عامل ازاي، خطيره. بس هو ده الغدا بتاعنا النهارده. ارجع لكم بقى لمستوى الرز. رجعت لكم تاني بقى اهو. بصوا الرز لونه عامل ازاي، انا بحبه مستوي قوي، بحب الرز البصل ظاهر فيه. وادي ميه السلطه اللي انا عملتها. يلا اشوفكم في فيديو اخر. باي باي.